السلام عليكم، انا احمد عبد الباسط من قناه اندرويد بالعربي، والنهارده معانا تليفون لينوفو كي 10. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك طبعا لو الفيديو عجبك. في الفيديو ده بس هنفتح الكرتونه ونشوف الملحقات اللي جايه مع التليفون. بدايه لما تمسك الكرتونه وتقلب فيها هتلاقي شويه بيانات ومعلومات مكتوبه على الكرتونه من بره، يعني مثلا مكتوب حجم شاشه التليفون 6.1 انش اتش دي بلس، وطبعا ما ننساش العلامه لينوفو. لينوفو مسميه الشاشه دي ماكس فيجن. التليفون بيدعم شريحتين، واحدة 2G والتانية 4G. كمان موجود كاميرتين خلفيتين، الأولى 13 ميجا بكسل وهي الأساسية، والتانية 2 ميجا بكسل وخاصة بالعمق وعزل الخلفية. المعلومة التالتة اللي مكتوبة على الكرتونة إن في فينجر برينت ريدر أو بصمة إصبع موجودة في ظهر التليفون. المعلومة الرابعة إن موجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. الحاجة الخامسة إن قدرة البطارية اللي بتيجي في التليفون ده 3000 ملي أمبير. المعلومة الأخيرة إن المعالج اللي بيجي في التليفون ده قوته 2.0 جيجا هرتز، من نوع أوكتا كور أو ثماني النواة، ومن شركة ميديا تك، ومن نوع 6762 بتقنية صناعة قديمة شوية 12 نانومتر. البازلز أو الحواف اللي في الشاشة مقبولة إلى حد ما ما عدا الحافة السفلية، كبيرة جدا وبشكل ملحوظ. كمان عندنا الكاميرا الأمامية على شكل دروب نوتش. التليفون ده يعتبر فئة متوسطة أو بداية الفئة المتوسطة، يعني التليفون لما تيجي تبص لسعره مقارنة بالإمكانيات اللي جاية فيه هو كويس جدا. سعر التليفون ده داخل العرض النهاردة ب 399 ريال. هنبدأ بفتح العلبة بسم الله. في نهاية الفيديو بشكركم، انا احمد عبد الباسط من قناة اندرويد بالعربي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك طبعا لو الفيديو عجبك، او تعمل ديسلايك وتكتب لنا في الكومنتات ايه السبب. وفي نهاية هذا الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في امان الله، السلام عليكم.